إن كنت سورياً هذه الأيام ستكون رمزاً للخيمة والخيبة والخوف والخيانة والخرير، خرير الجرح حين يتدفق من جسدك العاصي وعينيك الفرات. إن كنت سورياً هذه الأيام سيلقنونك الدروس، كيف يصنع الله الجنان والأشياء من حكمة الأشلاء، كيف تباس اليد التي تقتل والطلقة التي تصرع والقذيفة التي تفتك، وكيف تتهم الأزهار بجريرة الخيانة. إن كنت سورياً هذه الأيام وسألك أحدهم من أي البلاد أنت، فقل: إنني من حيث سوريا، نهاية تليق بالتاريخ وبداية تستحق أن تعاش. أن تكون سورياً هذه الأيام عليك أن تعلن شهادة وفاة العالم، ويعلن العالم شهادة شبهتك. أنت المصيبة التي لم يعرف لها الكون شبيها، أنت الفضيحة النافرة في وجه هذا العصر. أنا من بلد المليون حكاية والمقال الواحد، أنا من بلد القسوة الكاملة والحب المنتهي الصلاحية والطيبة الزاخرة بكل أنواع الموت الزاجل. أن تكون سورياً هذه الأيام، فالأشياء والمواقف والاتجاهات في مداها الأقصى، فإذا أحببت تقتل، وإذا كرهت لا تقبل بأقل من الأشلاء. أنا من سوريا يا إخوتي، إياكم أن تشفقوا عليها، ففيها من الحياة ما يكفي لإعادة إعمار العالم، ومن المقابر ما يسعكم جميعا. سيرحل المجرمون جميعا، سيرحل الضاحك والمضحوك عليه، سيرحل مفشي الألم، صانع العدم، مروج التهم، وموزع حصص الدم على البلاد. وستقومين يا سوريا، وستقومين يا سوريا كإصبع وسطى في وجه هذا العالم، تقولين كلمة لمن موتك وأماتك وأكل البقلاوة على أجاج دمك. أنا البلد الذي لا يموت، أنا البلد الذي يصعد شبابه إلى سمائه راقصين، أنا البلد الذي لا يليق به الحداد، أنا فقط أفصل بصبر الأمهات كفنا كل جلاد.